طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحانات الكيمياء والجغرافيا والأحياء والتاريخ بالقاهرة والجيزة. يواصل طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مواد الكيمياء والجغرافيا بالقاهرة والأحياء والتاريخ بمحافظة الجيزة. وشددت مديريات التربية والتعليم على رؤساء اللجان بتنفيذ التعليمات والإجراءات التي تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلاً عن المتابعة المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات والمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان لتأكد من تطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي والزميلة لجينة سامي.